فليسأل كل واحد منا هل قرأ يوما كتابا حول رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا؟ هل يتوفر على كتاب في منزله؟ نحن نقرأ قصة يوسف فتجذبنا، والنبي الكريم صلى الله عليه وآله قال الله عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ونحن لم نعاشره ولم نعش معه، فكيف يصبح أسوة بلا اطلاع؟ إذن هناك أهمية للاطلاع. واحد يقول: أنا الحمد لله قرأت الكتاب. قرأته مرة؟ نعم مرة. كم مرة يقرأ الكتاب؟ الكتاب الذي يعطي فكرة تقرأه مرة وتأخذ الفكرة منه، أما الذي يعطي عبرة وذكرى ويأخذك إلى أن تتذكر ما ينبغي أن تقوم به فيقرأ مرة بعد أخرى حتى نعيش حياة النبي في سلوكنا صلى الله عليه وآله.